هذا وينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي. سيد عبد الله، بداية أرحب بك. إذا هناك دليل آخر على مدى التطور الذي تشهده الساحة الحقوقية في البحرين بإشادة منظمات محايدة دولية غير حكومية بالمنجزات التي يعني تحققت للبحرين في هذا المجال، تعليقك سيد عبد الله على هذا الموضوع. طبعا سجل البحرين الحقوقي متطور جدا ومعروف، وبالتالي ليس غريبا أن تكون هذه المنظمات تعطي في بياناتها وتمدح ما حققته مملكة البحرين على المستوى الحقوقي من خلال السنوات الأخيرة. بالتالي نرى أن الكثير من الإنجازات الحقوقية التي هي يشهد بها القائد الداني في احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. على سبيل المثال، إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء آليات وطنية أخرى مثل الأمان العام للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، وأيضا مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تعتبر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات. كذلك أيضا الضمانات الدستورية بمملكة البحرين متوفرة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مثل مثال السلطة التشريعية والسلطة القضائية وأيضا السلطة التنفيذية، والضمانة الأساسية أيضا هي جلالة الملك الحامي للدستور. وفي تعزيز الآن في سياق ما ذكرته سيد الدرازي، هناك الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية أشادت بمؤسستكم الوطنية ك إحدى المنجزات التي تحققت في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ما يؤكد حرصكم على تشجيع وحماية حقوق الإنسان في البحرين. أنتم في المؤسسة كيف تنظرون لذلك كمؤسسة وطنية؟ بالنسبة إلى المؤسسة الوطنية، هي مؤسسة تخدم المواطنين والمقيمين وتتلقى الشكاوى من مختلف حقوق الإنسان إذا كان هناك أي انتهاكات، وتعمل على حلها. وما الإشادة التي حصلتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اللي هو دليل على جديتها وعملها والتعاون الكبير التي أبدته مؤسسات الحكومية المختلفة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الإسكان، وزارة التربية، وكلها تعمل من أجل نجاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أيضا تملك المؤسسة الوطنية علاقات على المستوى الإقليمي، وهي جزء من الشبكة العربية لحقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. نعم. وجزء أيضا أساسي ولاعب كبير بالنسبة إلى الآسيا باسيفيك، كالمؤسسة الوطنية هي جزء من منظومة الآسيا باسيفيك، وأيضا هي جزء من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ودائما تحرص المؤسسة الوطنية لأن تحضر على المستوى الإقليمي والدولي من خلال حضورها إلى المؤتمرات وإعداد التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. إذن الجميع يشيد بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي إحدى المنجزات التي تحققت في البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.